لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. انتي كنتي عارفة ان احمد هيزعل لما يعرف اللي حصل. احمد من ساعة ما اتجوزك وهو بيحلم يبقى اب، ولما حس ان الحلم ده قرب يتحقق صحي لقى نفسه في كابوس كبير. حاولتي تعاقبيه وتخلصتي من البيبي، لقيتي نفسك بتعاقبي نفسك. قال لي انتي قاتلة. معلش هيرجع يهدى ويفكر. ويعني لا يتغير حتى لو فكر بعقل. انتوا الاتنين هتسامحوا بعض وترجعوا لبعض وتعودوا البيبي اللي روح.
صعبة قوي يا إيمان. لو أنا سامحته على إنه خاني، هو عمره ما هيسامحني إني قتلت ابنه. هيسامحك وهينسى عشان بيحبك، وعلى قد ما كان هيحب البيبي اللي راح، على قد ما هيحب البيبي اللي جاي. لو شفتيه النهارده هو بيقولي لازم تاخدي جزائك، عمرك ما كنتي قلتي كده خالص. ما ينفعش يا حبيبتي تاخدي على كلام واحد في وقت صدمته. إيمان أنت هنا؟ في حاجة يا ماما؟ في عسكري تحت بيقول إن عايز أختك عزة. عايزني أنا؟ أحمد جوزك بيشتكيك في الاسم. إيه اللي حصل؟ إيه اللي خليه يعمل كده؟ ما تفهميني. طب اتفضلي انزلي انجي على السلام الجو وبعدين نتكلم ونشوف هنعمل إيه؟ أنت حتى نحيلي ما تيجي تتحركي. اوردر عماره 13 خلاص، في عندك اوردرات تانية؟ لغايه دلوقتي لا، ممكن تساعدني في راس الادويه دي؟ يا سلام، بس كده ده انت تأمري. هي جت يعني على راس الادويه؟ ما احنا بنرص طول النهار. بقول لك ايه؟ هو انت دكتوره؟ لسه في كليه صيدله. يعني قربتي تبقي دكتوره؟ بابا الله يرحمه كان نفسه اطلع صيدلانيه زيه، وقال لي هتورثي الصيدليه دي حتى لو اتخرجتي وانا لسه عايش. بس مات بقى قبل ما اتخرج. الله يرحمه. طب والحاجه؟ ماما الله يرحمها ماتت وانا لسه عندي 4 سنين، بس انا لسه فاكراها لحد دلوقتي. طب باباكي، انا اسف يعني في السؤال، هو اتجوز الدكتوره سماح امتى؟ بعد موت ماما بسنتين، كانت زميلته في شركه الادويه اللي كان بيشتغل فيها قبل ما يفتح الاجزخانات دي. اه يعني زيكوا في دقيقكوا، كلكوا صيادله في بعضكوا، حاجه زي كده. وانت بقى بتدرس ايه؟ انا بقى ست لحد دلوقتي مش عارف اخلص المعهد اللي بدرس فيه. ليه ما بتحبهوش؟ بصراحه ما بقبلوش. امال بتحب ايه؟ انا نفسي مش عارف انا بحب ايه. عارفه زمان وانا صغير كنت غاوي كهربا، كانت اي حاجه تخرب في البيت كانت تقع تحت ايدي لازم اصلحها، بس ابويا الله يسامحه بقى كرهني في الكهربا وسنينها، كان خايف عليا اطلع كهربائي. كنت اول ما امسك سلك عريان كان يضربني على ايدي ويقول لي كده غلط يا حبيب بابا. يا خساره، كان ممكن تبقى مهندس كهربا. تفتكري كنت انفع؟ الأدم بيأذن، هتروح تصلي في الجامع؟ ها لا، ما أنا بقول هصلي هنا وخلاص بقى. شكلك ما بتصليش. لما تيجي تصلي ادعيلي إن ربنا يهديني. ربنا يهديك. أنا هروح أتوضى وأصلي، ممكن تقف مكاني لحد ما أرجع؟ آه طبعًا. مدام عزة، الأستاذ أحمد جوزك اتهمك في المحضر بإنك أجهضت نفسك بدون علمه وإنك اتخلصت من ابنك منه. ما حصلش. كدابة! أنت لسه معترفاني امبارح إنك نزلت ابني اللي في بطنك. هنا مفيش زعيق، أنا اللي بسأل وهي بتجاوب. يا فندم ما بتكذب على سعادتك. أنت ما عندكش أي دليل إن أنا كنت حامل ولا إني نزلت البيبي. إيمان أختك قالت لي على كل حاجة. يا فندم أنا عايز أستعين بشهادة أختها في النيابة وفي المحكمة كمان. شوفوا، قدامكم فرصة تصالحوا ونقفل على المحضر، وإلا هتتحول للنيابة وتبقى قضية. يا فندم ما عنديش أي نية للتصالح، أنا مش هسكت عن حقي وحق ابني اللي قتلته. مدام عزة، حضرتك أنا ما عنديش كلام غير اللي أنا قلته. كده يبقى ما فيش قدامي غير النيابة. Thank you.
مين فيكم الكذاب؟ انت ولا هو؟ ليه عملتي كده؟ كنت عايزني يعني اعترف له اني اجهضت نفسي عشان يروح ملبسني قضيه. ليه اجهضتي نفسك اصلا؟ فؤاد حسيت انه ما يستاهلش يكون اب. وما تستاهليش تكوني ام. ممكن. بس انا برضو مش هسيبه يحبسني. احنا الاثنين غلطنا، وعقابنا الوحيد اننا اتحرمنا من ابننا. واتحرمتوا من بعض. لا دي ما بقتش تفرق خالص. تفرق كتير بس انت مش واخده بالك يا عزه. هخليه يطلقني. حتى دي مش هتقدري عليها. اول مره طلقك من سكات عشان كان هو الغلطان، المره دي هيرفض يطلقك، هيفضل سايبك معلقه كده لغايه ما يشوف القضيه هترسي على ايه. طب وانت يعني هتسيبني لحد ما يحكموا عليا ويحبسوني؟ يا ادم انا ماليش اخ غيرك. والله دلوقتي افتكرت ان ليك اخ بعد كل اللي عملتيه من ورايا. كان نفسي اكمل في الجامعه السنه دي. ما انت اللي اخترتي انك تيجي هنا يا جميله. انا ما كانش ينفع افضل هناك. لسه مش عاوزه تقولي لي انت جايه هنا هربانه من ايه؟ حكايه طويله قوي مش عايزه اشغلك بيها. بس انا النهارده شفت حكايه تانية. حكايه ايه؟ حسين انا شفته وهو بيودعك عند المطعم، عيني كانت فاتحه. انا متاكده انه بيحبك وفهمت ليه هو صمم ياجر المطعم بتاعي. هو بيحبني فعلا بس انا لا يمكن اكون ليه. ليه؟ عشان بنت عمي بتحبه وانا ما عنديش استعداد اخسرها بسببه. بس كده؟ انا كمان بصراحه مش قادره احبه. في حد تاني؟ في حد بس انا عارفه انه مستحيل يكون ليا. في نفس الوقت مش قادره احب حد غيره. ياه شفتي مش قلت لك انه حكايتي صعبه؟ طيب يا ستي من هنا لغايه لما اعرف حكايتك ملكيش عندي غير كلمه واحده. لو ما قدرتيش تتجوزي اللي بتحبيه اوعي تتجوزي حد ما بتحبيهوش. دي اكتر حاجه اتعلمتها في الحياه. الست لو خسرت راجل بتحبه مستحيل تكسب راجل ما بتحبهوش. طب وابراهيم بيه؟ ابراهيم انا اتعرفت عليه في وقت غريب قوي. كنت محتاجه فيه راجل بمواصفاته برغم فرق السن. تبقي بتحبيه زي ما هو بيحبك؟ نفسي اصدق انك بتحبيه؟ لا ان هو بيحبني انا. ازاي؟ ده نظراته ليكي فاتحه اكتر من نظرات حسام ليا. جميله انا حاسه انه عايزني لزينه اكتر ما هو عايزني لنفسه. بس انا عمري ما خدت بالي من حاجه زي كده. بس انا واخده بالي كويس قوي. كل ما بنتقابل بيكلمني عن زينه اكتر ما بيكلمني عني وعنه. بقالي فتره بكذب نفسي بس هو من غير ما يحس ياكد لي زنوه. فين؟ احنا تهنا. يا ريت نفضل كده تايهين. تايهين؟ بحلم بكتير وسط البحر بعيد عن الناس. فريده ما تجريش. قول للوحدي ما يجريش. خايفه تتاخري؟ انا نسيت اني جايه مع رحله. ولا حركه. هتطلعي نفس هيكون اخر نفس عمرك. طلعي الفلوس. بسرعه. الله شنطتك فين؟ قدام قدام حاضر 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 حاضر.
سامحني نزلتك في وقت غلس شوية. لا أبدا مش قوي. جي شغلي؟ مفيش بس تعبانة شوية. تعبانة ولا متخانقة مع أحمد؟ مستر سامح هو أنت نزلتني عشان تتكلم معايا في الموضوع ده؟ لا في موضوع تاني طبعا، بس أتمنى إنه الشغل ما يتأثرش بمشاكلك مع أحمد في البيت. طب ممكن معلش ندخل في الموضوع التاني؟ الموضوع التاني هو ناني. أنا عارف كنتوا صحاب من زمان، إنك تعرفي عنها تقريبا كل حاجة. تقصد إيه؟ أقصد إنه انت عارفه اني بصي بصراحه بقى انا فكرت اخطبها. انا تعرفي اني خطبت كتير قبل كده وفسخت 5 مرات. مش عارف ايه اللي خبطني في دماغي الفتره اللي فاتت خلاني بفكر في الجواز واعمل بيت واجيب اولاد. وليه ناني بالذات؟ بيني وبينك كان عيني عليها من فترة، بس كنت خايف اخد الموضوع مش بجد زي كل مرة وخفت اخسرها من الشغل عشان هي شاطرة وكده صحيني بإيه؟ سوري يا مستر سامح، بتهيألي كان ممكن انصحك في اي موضوع تاني غير ده. انت خايفة عليها مني؟ أنا بس بتهيألي إن أنت محتاج تفكر شوية كمان. بعد إذنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتوا عملتوا ايه؟ خدوا اقوالنا في المحضر. الحيوان خد حتة علقة في القسم اكبر من العلقة اللي خدها هنا. يلا حبيبتي روحي انتي. حاضر، بس انتوا مش عاوزين اي حاجة؟ لا ربنا يخليكي. تصبحوا على خير. السلام عليكم. مع السلامة. وانت كمان يا دكتور روح. روح ازاي واسيبك لوحدك؟ هم خلاص قبضوا على الحرام. مش جايز يبعت لك حد من طرفه بعد العلق اللي خدها. اعملي حسابك انا مش هسيبك لوحدك بعد كده. لسه دراعك وجعك؟ اه. انت غلطان، رفضت تروح المستشفى. احنا كنا في ايه ولا في ايه؟ طب انا هشوفه لك دلوقتي. اقلع القميص واقفل الباب. اساعدك؟ لا. هو انت اول مره يدخل عليك حرامي الصيدليه؟ اول مره حرامي بسلاح. الله يخرب بيت ام السلاح اللي مال البلد بعد الثوره. قول لي بجد، تفتكر الحرامي ممكن يبعت لي حد من طرفه ولا كنت بتهزر معايا؟ ما هو هجم عليكوا عشان عارف ان انتوا اتنين ولايه ما وراكوش راجل. بقول لك ايه؟ ما تخافيش. مش عايزك تخافي طول ما انا معاك. بقول لك ايه، البس القميص وحصني.
ادم قال لي انه كان معاكي في الاسم وماما حكت لي على كل حاجه. ازاي عزة تطلعي من جوزك وانت حامل وتروحي تنزلي البيبي؟ كل ده يحصل وانا ما اعرفش؟ ما حضرتك عمرك ما كنت فاضي تعرف اي حاجه تخصني. ما تطلعينيش انا الغلطان في الاخر. اطمن، في دي بالذات عارفه اني غلطانه وما طلبتش من حد يدفع ثمن غلط. والله تطلبي بقى ولا ما تطلبيش، كفايه ان احنا نشيل الكارثه دي كلنا. الواد ده مخه جزمه وعندي، لو راح رفع قضيه هتبقى كارثه. ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تروحي تقابليه وتصالحيه وتلمي الموضوع. انتوا مش بتحبوا بعض، قرفتونا طالعين نازلين بنحب بعض. مش هقدر اصالحه بعد ما اعترف لي بخيانته. يا سلام، مش هتقدري تقابليه لك هتقدري على القضيه؟ انت مش عارفه ان فيها سجن؟ بقى لعب عيال بقى. ايه رايك بقى في الشقه بتاعتنا؟ انا ما كنتش اعرف اصلا ان عندك شقه. امال يعني هاجي اخطبك كده وانا في الهوا؟ يا واد يا جامد. بس احلى حاجه في شقتنا بقى انها متشطبه، فيها شويه حاجات ما تاخدش شهر شغل. تقصد ايه؟ يعني اقصد ان احنا ممكن نتجوز كمان شهر. انت عايزنا نتخطب شهر واحد بس؟ يا امان الخطوبه دي الناس ما يعرفوش بعض اصلا. طيب والفرنتشر والاجهزه والحاجات دي كلها؟ عادي هنشتري جاهز، احنا لسه هنقعد نفصل. أنا مش فاهمة بس يا شريف أنت مستعجل على إيه؟ مستعجل عليك؟ ما بقتش قادر أقعد يوم واحد من غيرك. طيب يا سيدي لو أنا وافقت على كلامك مامي وبابي مش ممكن يوافقوا. طب وتقطع ليه بس؟ ما ناخد رأيهم الأول. أنيسة إيمان إزيك؟ مين؟ أنا وليد اللي نقلتك على المستشفى يوم الحادثة. آه أهلا وسهلا. اهلا بيكي، وانتي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. معلش ربنا يشفيكي وان شاء الله هيمسكوا الندل اللي خبطك وهرب. ان شاء الله. شريف خطيبي؟ اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. احنا ما تقابلناش قبل كده؟ لا ما اعتقدش. اكيد شفته في المستشفى، ما هو اصل شريف هو اللي اتبرع لي بدمه يوم الحادثه. لا لو على كده يبقى هو اكتر واحد يستهلك. بس انا حاسس ان احنا اتقابلنا في حته تانية غير المستشفى. لا ما اعتقدش خالص. طيب الف مبروك مره كمان، وما تنسوش تعزموني على الفرح. اكيد الله يبارك فيك. مع السلامه. كنا بنقول ايه؟ ها؟ ما فيش. هيوافقوا اكيد، هيوافقوا يا ايمان أكيد هيوافقوا. هو ده الجواب اللي جالك من المحكمة؟ هو يا فريدة خلاص جميلة رفعت عليا قضية. المحامي بتاعها قال لك لو دفعت لها فلوسها هي هتتنازل عن القضية. هي رفضت، رفضت ان انا اديهم لها بالقسط. ادفعهم لها مرة واحدة يا اخوي. مرة واحدة ايه؟ لو دفعتهم مرة واحدة بدنا يتخرب. ان شاء الله ربنا هيرزقك وهيقف جنبك لما تدفع للبنت اليتيمة دي فلوسها. جايز كمان ربنا يرضى عننا ويرجع لنا خالد. لو ما كانتش سافرت كان ممكن جدا اقعد معاها ان شاء الله حتى ازود لها القسط. اقعد مع المحامي بتاعها واتفاهم معاه. محامي ايه؟ محامي ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ محامي ده لا بيحل ولا بيربط. خلاص اقعد مع ادم. ادم؟ اه هي بتسمع كلامه وهو الوحيد اللي بيقدر يقنعها. عايز تدفع لها بالقسط ليه مع انك خدت المبلغ كله مره واحده؟ خلاص ادفع لها ربع المبلغ دلوقتي مقابل انها تتنازل عن القضيه. وبقيه المبلغ يعني هدفعه لها بالقسط على سنه، بس نكتب ورقه بالكلام. طب مش لما نتفق على المبلغ الاول؟ نتفق على ايه يا بنت؟ ما احنا متفقين. هم ال 50,000 جنيه اللي في البنك اللي معاها مستندات بيهم.
طب ما في حاجات من غير مستندات، خلوه الرجل بتاع الشقة وذهب مامتها الله يرحمها. لا بابت انتوا كده بقى اللي مش عايزين تتفقوا. عموما انت اللي طلبت تقابلنا، واذا كنت عايز انسة جميلة تتنازل ادفع لها حقها، وانا كده كده هتقابل مع موكلي واقول لك بعد كده اتفقنا على ايه. ماشي يا متر، بس خد بالك انا كده قدمت السبت وعداني العيب. انا اسف يا باشمهندس ادم، اضطريت ان انا اشد عليه شويه. كويس قوي انك عملت كده، انا اصلا مش طايقه ومش قادر انساه اللي عمله في جميله. شوف خلو الرجل ممكن نقدر نثبته، علي عايش وممكن يشهد باللي دفعه، لما حكايه الذهب دي صعب اثباتها. طب بتفكر في ايه؟ فلوس علي على فلوس البنك، النص اللي هيدفعه محمود وبقيه النص التاني على سنه. شوف الصنف ده انا عارفه كويس، ممكن يتسجن وما يدفعش اللي عليه. ماشي، اتصرف انت بالتوكيل اللي عامله لك جميل، وخليه يكتب لنا الشيكات بالمبلغ. ناوي على ايه يا باشمهندس؟ يعني هدي انا الفلوس لجميلة من غير ما تعرف، وابقى اصرف انا الشيكات على مالي. حاضر، نتكلم بقى في موضوع مدام عزة. انت شايف ايه؟ انا شايف ان موقفها صعب جدا، ولو جوزها اثبت انها اجهضت نفسها من وراه ممكن قوي الموضوع يبقى فيه سجن. طب هو قدر يثبت الكلام ده؟ احتمال كبير طبعا، ولازم نبقى حاطينها في الحسبان. ماجد قال لي انه كلمك وانت ما بتردش عليه. معلش كنت مشغول شويه. طب قشطه اديني موجوده، هطلبه لك بقى يجي يقرا الفاتحه معاك. ايه يا بنتي ده؟ يجي يقرا فاتحه في المكتب؟ يا بابا ما تبقاش قديم بقى، خلينا ننجز. اهي ننجز دي اللي قلقاني من الموضوع ده كله. يعني ايه؟ انت ناوي ترجع في كلامك؟ مش عيب تقولي لابوكي كده برضه؟ طب خلاص وافق على الخطوبه وانا مش هقول حاجه خالص. استني شويه اما ندرس الواد نشوفه هيستحمل جنانك ده ولا لا. هنستنى ايه تاني؟ ده ماشي اخر الاسبوع. ومين قال انه لازم يخطبك قبل ما يسافر؟ مش بقولك رجعت في كلامك؟ وبعدين معاكي بقى. طب خلاص، طب ايه اللي حصل؟ اخته المجنونه دي كلمتك تاني من ورايا؟ انا ماليش دعوه باخته، انا فكرت مع نفسي شويه ولقيت ان مفيش داعي للاستعجال. في ان ابوك رجع في كلامه، مش عايز يخطبني لماجد. طب الحمد لله. نعم، اصل بصراحه كنت مستغرب قوي ازاي بابا يوافق على الخطوبه بالسرعه دي. طب ايه رايك بقى لو بابا ما رجعش في كلامه هتصحى الصبح مش هتلاقوني في البيت؟ هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. ها يعني انت مش عايز تساعدني؟ طب خلي فاكر بقى انك نفضت لي في اهم موضوع في حياتي، ويا ريت ما تطلبش مني مساعده بعد كده. أنا كمان أعتبر نفسي ما سمعتش أي حاجة. طب أقعد، عايزك في موضوع مهم. ده موضوع مهم غير الموضوع اللي أنا ما سمعتوش دلوقتي؟ أنا أقنعت بابا إنك ترجع الشغل. ليه يا آدم؟ أنت لازم كنت تسألني الأول. أنت لقيت شغل تاني؟ لا طبعًا، بس كان لازم تديني برستيج يعني، قول لي مسكت شغل ولا لأ. يا سيدي سيبك من الكلام ده، أدخل لبابا أشكره إنه رجعك الشركة. ده لما أقرر إن أنا أرجع. نعم يا اخويا، وانا لازم اخد وقت افكر. صح، صدق فعلا لازم تفكر. طيب انت روح مع نفسك كده وفكر براحتك، وان شاء الله ترجع تلاقينا جبنا مهندس تاني. ادم انت هتسيبني وتشتغل؟
انا خلاص فكرت انا هرجع شغل عشان خاطرك انت بس. طب يلا ادخل بسرعه. اموت واعرف ابويا ليه غير رايه. طب كده احنا في مشكله، انا مش عارف اجل سفري. اقول لك على حاجه، ما تيجي نتجوز واللي يحصل يحصل. نعم من وراء اهلك عادي، ما انت كنت هتتجوزني غصب عن اختك. ايوه انا راجل لما اعمل كده عادي، بس انت بنت. يعني ايه بنت؟ بنص لسان ولا ناقصه دراع؟ ولا فاكر نفسك ارجل مني؟ ما بلاش بقى ارجل مني واقوى مني والكلام ده، الموضوع ملوش علاقه بشخصيتك. انا لو عندي اخت اصغر مني ما ارضاش انها تعمل كده. هو ده اللي انت اتعلمته في امريكا؟ امريكا ملهاش علاقه يا دينا، انا مش عشان عايش بره ولا متطبع بطبعهم يبقى انسى اصولك عرب. طب اقول لك على حاجه، لو ما اتجوزتنيش قبل ما تسافر لما تبقى ترجع ان شاء الله مش هتلاقيني. اول حاجه الموضوع مش مستاهل ان انت تديني الاتيتيود ده. تاني حاجه انا ما بحبش التهديد. وانا ما عنديش غيره، معاك 5 ايام شاور فيهم عقلك، ويا يا بعد كده تنساني خالص. اوكي استنى اوصلك. معايا عربيتي. اوصلك العربيه. الله 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 الله، ده ايه النشاط ده كله؟ ده انا كده بقى اسافر وانا مطمن. هتسافر تاني؟ بس مش هطول. الغردقه برضو؟ انت عارفه بقى فرع جديد ولازم اكون هناك بنفسي. ما قلتليش القريه اسمها ايه؟ اسمها كريزي مون. كريزي مون؟ ما سمعتش عن قريه اسمها كده في الغردقه. والله ولا انا، بس لما رحت هناك اتاكدت انها موجوده. دي جنب القريه اللي شغاله فيها جميله؟ لا دي ما اعرفش، مش متاكد، اصل انا نفسي لسه جديد على الغردقه. طيب اوعدني بقى تاخدني معاك المره الجايه. طبعا طبعا، ده مش وعد، ده اكيد ان شاء الله. تطلبي لي قهوه؟ اوكي. نورت الشركه يا تامي بيه. نهارة صاحبها. أنا من الآخر كده مش جاي لك في شغل، أنا جاي لك وسطة خير بينك وبين مدحت منصور. هو اللي وسطك بينا؟ لا أبدا، أنا كنت بتكلم معاه وسألت عنك وفهمت منه أنه في مشكلة بينكم. ما فهمتش المشكلة دي بسبب إيه؟ تالي اتكسف يقول لي. أنا عارف مدحت منصور مهم قد إيه بالنسبة لك دلوقتي، لكن صدقني مش هقدر أعمل أي حاجة في الموضوع ده. واضح انها مشكلة كبيرة. يكفي نقول لك انها فض الشركة اللي بيني وبينه، ولو في شغل بيننا احنا الاثنين يبقى بعيد عن مدحت منصور تماما. أنا آسف جدا، كنت أحب أخدمك في أي موضوع تاني. طيب طالما بقى عايز تخدمني في موضوع تاني، هو في موضوع كنت عايز أتكلم معاك فيه. أوي تحت أمرك. إبراهيم أنا طالب القرب منك. مني أنا؟ في مين؟ هو في غيرها؟ ما دمها طبعا. واضح ان انا استعجلت شويه. لا ابدا ابدا. هي مها عارفه انك جاي تطلبها مني دلوقتي؟ لا. كلامك هو اللي شجعني. بس انا طلبت منها اكتر من مره اني اقابلك، وكانت بتقول ان الوقت مش مناسب. واضح فعلا ان الوقت مش مناسب. بالعكس بالعكس، هو أنا بس عايز أقعد مع مها وأتكلم معاها شوية. طيب لحد ما نتقابل تاني عايزك تعرف كويس إني ما رضيتش أستنى أكتر من كده، لأن مها دي تبقى أختك وكل حاجة كانت لازم تبقى في النور. مفهوم مفهوم، ربنا يقدم لي فيه الخير إن شاء الله. منتظر مكالمتك. أكيد أكيد. مع السلامة. مع السلامة.